شرف مع الوزير شرف. يلا قربوا قربوا على الميكرويات. قربوا غابي قرب يا عبدو. قرب يا عبدو لقدام. ليش مخبى ورا؟ سيادته عزيزه يا نحن ما بنقرب يا دوله الرئيس. اهلا وسهلا فيكم. انت بدك ترجع. طبعا زيارتنا اليوم لغبطه البطريرك الراعي في الدار العامره في بكركي هي في اطار الأعياد الكريمة، عيد الميلاد المجيد ورأس السنة التي يشارك فيها كل اللبنانيين بدون استثناء من كل الطوائف وكل المناطق. هذا العيد كنا نتمنى أن يكون أكثر بهجة وسعادة، لكن في ظل الأوضاع الراهنة وفي ظل الغصة المتمثلة بأبنائنا العسكريين الأبطال الذين هم اليوم في وضع خطير وفي وضع إنساني لا يقبله أحد، وبالتالي لا يمكن لنا أن نمر بهذا الوضع لا إنساني وكأن شيئا لم يكن. فمن هنا الغصة ومن هنا حرصنا جميعا على أن تكون هذه الأعياد مجال التفكير والتبصر فيما يحتاج بلدنا من حلول ومن مخارج لكثير من الأزمات التي يواجهها اليوم. الكل يعلم أن هناك استحقاق كبير علينا جميعا أن نسعى فيه وأن نحقق نتائج مرضية للبنان واللبنانيين، ألا وهو استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ومن هنا من بكركي حيث القرار وحيث المكانة لكل ما له علاقة ليس فقط بإخواننا المسيحيين وإنما بكل اللبنانيين، من هنا أجدد الدعوة إلى كل القوى السياسية أن تعطي هذا الاستحقاق، أن تعطي هذا الأمر كل ما يحتاجه من جهود وبذل. الجسم بلا رأس لا يمكن أن يكتمل. وأنا أحب بهذه المناسبة أن أقول أيضاً أننا في الحكومة وبموقعي في رئاسة هذه الحكومة وبما نحاول أن نملأ فيه هذا الشغور، الأمر لا يمكن أن يستمر هكذا، فهذا وضع غير صحي وغير مكتمل. وعلي أن أكون صريح وشفاف بالرغم من كل ربما الثناء والتقدير على الدور الذي نقوم به وأقوم به أنا شخصيا، أقول بصراحة الوضع غير مريح والحالة لا تؤمل بانفراجات جدية للبنان. طالما أن هناك هذا الشعور، طالما أن هناك معاناة، وكما يعلم الجميع ويتابع كل الملفات المهمة والأساسية في البلد متوقفة، متوقفة لأن ولا يمكن مقاربة هذه الملفات بالشكل الذي اليوم تتم به الأمور. ربما هناك حد أدنى تم تأمينه من خلال هذه الحكومة الائتلافية ومن خلال الإجراءات التي اعتمدناها لإبقاء هذه الحكومة ولإبقاء دورها، ولكن أنا واضح وصريح إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه لن يكون إلا تراكم مزيد من السلبيات التي تزعج وتضر وتؤذي الوطن. وأنتم لا يخفى عليكم وتتابعون عمل مجلس الوزراء وإنتاجية هذا المجلس وإنتاجية الحكومة، لا الأمر ليس على سواء والأمر ليس كما يتمناه الجميع. من هنا علي أن أكون واضح وأحذر من ذلك، ولكن لا شك بأن
من جهة أخرى ما نشهده اليوم من حوار بدأ بالأمس بين مرجعيتين سياسيتين أساسيتين في البلد، لابد أن يحقق أجواء من الراحة وأجواء من الاطمئنان عند اللبنانيين، لأنه يتعلق أيضا ببعد خطير وحساس نعرفه جميعا في لبنان، وهذا هو البعد الطائفي والمذهبي الذي إذا ما تم لا سمح الله استغلاله أو توظيفه باتجاه سلبي لن يتأتى منه إلا الضرر الكبير لنا جميعا في لبنان. فهنيئا لنا بهذا الحوار، ونتمنى للمتحاورين أن يمضوا في سبيلهم ليعطوا نتائج في أقرب فرصة. واستمعت بالأمس مساء إلى كلام من الرئيس نبيه بري، طمأنني به بأن الجلسة كانت مريحة جدا ولم يتخللها أي شائبة. هذا ما يؤمل أنه في الجلسة القادمة سيكون هناك بعض التطور وبعض النتائج الإيجابية ليبنى عليها المقتطع. أنا آمل أن يساهم هذا الحوار أيضا في مساعدتنا على مواجهة استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية في أقرب فرصة. دكتور رئيس، هل هذا سينعكس على إيجابيا على عمل الحكومة؟ الراعي بالأمس طالب الحكومة بحسم أمره والمقايدة في ملف العسكريين، أيمتى رح تحسموا أمركم كما قال؟ ملف العسكريين آمل من الجميع وفي مقدمة الجميع الإعلام أن نحرص على التعاطي بكثير من الجدية والتكتم بهذا الملف. يكفينا الفولكلور اللي قائم بهذا الملف. لن ولم يحرر العسكريين هكذا فولكلور، شاهدناه في الأشهر الماضية، بل على العكس أودى بحياة أول عسكري وثاني عسكري وثالث عسكري ورابع عسكري. رجاء من الجميع أن يساهموا معنا في جدية هذا الملف بعدم الاستفزاز، بعدم التنافس، بعدم المبارزة، لا في المعلومات ولا في المواقف ولا في المشاعر ولا في الأحاسيس، كفانا من ذلك، لم يعطي نتيجة كل ذلك. أرجو أن يتم مقاربة هذا الموضوع بكثير من التكتم وليس بكثير من الحديث ومن المبارزة التي نشهدها يوميا. الموضوع ما نقبل به وما لا نقبل به لن يكون سلعة ومادة في أيدي أحد للتندر به أو للمبارزة به. ما نقدم عليه وما سنقره وما سنعتمده سيتم بالتكتم لنصل إلى نتائج، ويوم التي نصل فيها إلى نتائج كما تعمل كل دول العالم عندما تتعاطى مع هكذا مواضيع. بالأمس كنا في فرنسا وشاهدنا أنه تم الإفراج عن رهين فرنسي، لم يعرف أحد كيف تم الإفراج وكيف تمت المفاوضات ومع من، لم نسمع لا صراخ ولا تندر ولا مبارزة ولا منافسة في الموضوع. وعلمنا فيما بعد أنه تم تسليم من الفئة الخاطفة 4 موقفين كانوا لدى الفرنسيين، ولكن في مقابل الإفراج لم يعد أحد يسأل. اليوم كيف سنقايد، من سيقايد، بماذا هذا ليس سلعة للتندر بها، ليس سلعة للتداول بها. الموضوع كله يتعلق بأرواح بشر، بأرواح عسكريين لبنانيين، لا يمكن أن يتحولوا سلعة للتجاذب بين هذا الفريق أو ذاك. الأمر ليس استعراضي كما مع الأسف، وليس فولكلوري كما أخذ منحة. أتمنى من الجميع وأقول بداية من القوى السياسية ومن كل المسؤولين ومن الأهالي، ولكن بالذات من الإعلام، ارحمونا في هذا الموضوع، ارحموا التداول والتنافس في هذا الموضوع. ليس من الطبيعي أن نذهب إلى الزوايا وإلى المواقع الخفية لنستنفر ونستخرج دمعة من هناك ورأي من هنا، هذا لن يفيدنا. رجاء اهدأوا في هذا الموضوع لنهدأ في التفاوض، وكلنا أخذنا قرار في التفاوض وقلنا أن هذا التفاوض يتطلب معطيات معينة منها المقايدة، ولكن كيف وبأي حجم وبأي وتيرة، هذا أمر يتطلب الكثير من العناية والكثير من السرية في العمل، وإلا إذا تم تعاطي معه بخفة لن نصل إلى نتائج. وأنتم تعلمون أننا نتعاطى مع جهتين ليست مع جهة واحدة، وهناك تنافس بين تلك الجهتين أيضا في هذا الموضوع حساس ودقيق جدا. فآمل أن نهدأ
في هذا الموضوع لنتمكن من التواصل. الرئيس خلال اتصالك مع الرئيس بري امبارح هل لمس انه الحوار ممكن ينعكس ايجابا على عمل الحكومه اللي هو شبه معطل؟ لابد ان ينعكس الحوار اذا كانت نتائجه في سرعه وايجابيه، لابد ان ينعكس على كل شيء، لكن طبعا هذا يتطلب الجهد وبذل. نعم في ظل التعثر في كثير من الامور نحن بحاجه الى حوار، ونامل ان يتوسع هذا الحوار وأن يشمل تدريجياً الآخرين وأن يطغى على كل شيء آخر وينتخب لنا رئيس للجمهورية. نريد رئيس للجمهورية. أنا أعود فأكرر من هنا من بكركي من هذا الصرح الوطني العريق، نحن نريد رئيس جمهورية مسيحي ماروني في لبنان، ونتمسك بذلك، وأما يكون ذلك وأما لا يكون لبنان. لبنان هو بجميع مكوناته بما ارتضيناه لأنفسنا جميعا من تقاسم، من سلطة، من تقاسم، من مشاركة. أنا أنطلق بذلك من شعار غبطة البطريرك، المحبة والشراكة. نعم نحن نريد أن نستمر بهذه الشراكة، ولتستمر هذه الشراكة من أبرز مستلزماتها هو أن تكون المواقع المسؤولة في البلد مكتملة ومقدماتها، وعلى رأسها ورأس الجميع رئيس جديد للجمهورية. هل لدى البطريرك اسم لرئيس الجمهورية؟ هل لدى البطريرك اسم لرئيس الجمهورية؟ بحثت اليوم بأي اسم؟ شوفي أنت. ينعاد عليكم جميعاً.